السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فمن الفتن العظيمة التي يواجهها المسلم في هذه الحياة فتنة النساء، وهذه الفتنة تواجهه في الطرقات وفي الأسواق وفي الأماكن العامة وعبر وسائل التواصل. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء، فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أيها الإخوة الأفاضل، الصابر على هذه الفتنة، أعني فتنة النساء، من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال القاضي عياض: وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وخاصة أنها هي الطالبة لذلك، فأغنت عن طلب المراودة وقد جمعت المنصب والجمال، فكان فعله ذلك خوفا من الله تعالى من أعظم الطاعات والقربات. والمقصود بذات المنصب ذات الحسب والنسب الشريف. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا وأمثاله قدوتهم في ذلك نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن يوسف عليه السلام راودته امرأة العزيز، قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. بل إن يوسف عليه السلام آثر السجن على أن يقع في هذه المعصية. قال تعالى: قال ربي السجن أحب لي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أثنى الله جل وعلا على يوسف في عفته بأعظم ما يكون، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام اجتمعت له من الأسباب ما لم تجتمع في حق غيره، فإنه كان عليه الصلاة والسلام شاباً عزباً ليس هناك ما يرد شهوته، وأيضاً كان غريباً عن أهله ووطنه، والغريب ليس حاله كحال المقيم بين أهله وأقاربه، أيضاً كان مولى، والمولى ليس حاله
كحال الحر، فإن المولى لا يستحي مما يستحي منه الحر. وأيضا هذه المرأة التي دعته إلى هذا الأمر امرأة العزيز، وهي امرأة قد جمعت بين المنصب والجمال، وغلقت الأبواب بل وهددته ترغيبا وترهيبا أن يفعل هذا الأمر. وهذه الأسباب لو اجتمعت لغير يوسف لا أدري كيف يكون حاله. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة الأفاضل، الصبر على هذه الفتنة من أعظم، يعني فتنة النساء من أعظم الطاعات وأجل العبادات. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فدخلوا في غار، فجاءت صخرة فأغلقت باب الغار وانطبقت عليهم الصخرة، وقالوا: إنه لا ينجيكم من هذا الأمر إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فأبت حتى أتيها بمئة دينار، فجئت بمئة دينار وقد تعبت في جمعها، فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فخرجت أو انفكت الصخرة وخرجوا يمشون. لقد أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين الذين لم يستطيعوا النكاح، أمرهم بالعفة والصبر. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيها الإخوة الأفاضل، من أسباب الحفظ من هذه الفتنة، أعني فتنة النساء، غض البصر وحفظ الفرج والنكاح الحلال. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوفا على خطر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يصر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثوابا لمن حفظ فرجه. فروى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أي الفم والفرج، أضمن له الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.